اللي فيها هو انشاها، هو بدا المبنى. فرنسا يعتبر يعني عملاق في هذا المجال. بعد 47 سنه تم التقاعد، تقاعد خلاص، رجع جلس في البيت. الان هو خبره ولا ما عندوش خبره؟ عنده خبره، بس 47 سنه خبره قاضي، رئيس محاكم. بعد 47 سنه جلس في البيت 3 شهور، قال لهم سووا معه عقد، رجعوه مره ثانيه مستشار. فرجعوه مره ثانيه مستشار فين؟ في المحكمه. الرجل راح اليوم الاول، الان مش قاضي، الان ماذا يعمل؟ مستشار، مشرف على المحاكم، يعني اداري. فجاء اول يوم داوم في المحكمه، في الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، جاء نهايه الشهر ما نزل له الراتب. ما نزلش راتب. فاتصل علي قال لي يا محمد انا راتبي ما نزل، راتبي مش عندكم هناك في المنطقه، راتبي من الرياض. روح الوزاره وشوف ليش راتبي ما نزل. اخذت نفسي ورحت الوزاره، جيت عند الموظف في الوزاره قلت له بالنسبه للوالد يعمل معكم مستشار في منطقه هناك ما نزل راتبه. قال لي اكيد ما راح ينزل. قلت له ليش؟ قال لي ما داوم. قلت له ما داوم. رجع 30 يوم داوم. قال لي والله يا اخي انا عندي نظام البصمه ولا بصمه له عندي. صدق الوالد ابويا البصمه، قال انا قاضي انا ما اوقع بصمه. قلت لا يا ابويا الاول انت كنت قاضي، انا انت شغلك؟ مستشار، كوظيفه مستشار لازم كل يوم ايش تسوي؟ تبصم. قال لي بس انا 47 سنه ما كنت بصمت. قلت له هذاك اول، الحين انت الان عندك وظيفه جديده، اذا سؤال عنده خبره ولا لا؟ عنده خبره بس الان في مهام جديده هو ما يعرفها. بغير موجه، فاخذنا الان من؟ اخذوا اخويا وراح عشان يسوون بصمه. تخيلوا بالله تخيلوا واحد عمره الان 72 سنه وجاي يسوي بصمه اول مره يشوف الجهاز، الوالد واقف عنده فيمد يده زي كذا زي الخايف، اخوي يمسك يده هنا هنا هنا، يمسك ابوي ابصمه، هو جديده عليه الخبره.